تحكي انت تهو نمشي انا نحرص منه فخلوش في امور خلي كلمه فكره لا مستفز اسمعني انت مردود عليه لك خليه يتكلم وتاخذ دورك وتاخذ حظك في الكلام عايشك تفضل صراحة يعني طريقة هذه ماشي متأدبة في الحوار بارك الله فيك على الأدب نتاعك هذا ما يكونش بربي سامحوني نحبوا نتقدموا احنا في الحوار تاعنا الليلة فما ناس تشاهد خليه يتكلم أنت استفزته الأول كان عايشك ما تدومش التوانسة سامحني ما تدومش التوانسة تتفرج فيه سي عبد الوهاب وتوانسة تحكم عليه ما تنوبش التونسي على راسي وعيني ما تنوبش التوانسة